جواد بدا يرفع سقف التحدي ويقلب الطاولة على الجزائر، وأربعين مليون مغربي بصوت واحد سير سير سير. مرحبا، معكم بالبيس باسل شيك. ان شاء الله تكون بخير يا جماعه، بصحه بسلامه. بهذا فيديو راح نحكي عن موضوع مهم جدا يا جماعه. بهذا فيديو راح نشوف ماذا يحدث داخل الجزائر بعد ان اعطاهم جواد بادا العصير في برميل كبير، فما هي القصه؟ وايضا عندنا موضوع مهم، الجزائر تهدد بمنع قنوات بين سبورت من تغطيه الشان، شوها حقيقيه والتفاصيل مثيره، ونقولها بصوت 40 مليون مغربي، كلنا جواد بادح. قبل ما تنتهي الفيديو لا تشتركوا بقناة، فعل زر الجرس نضل دائما توصل، تحط لك يا جماعة، خلي الفيديو انتشر، خلينا بشرسة. دعونا نبتدأ بالموضوع الأول ألا وهو فضائح الشام. لابد أن نبتدئ بهذه الأحصائيات التي نشرتها الجزائر على مدار اليومين، وقالت أن هناك أكثر من 100 مليون مشاهد شاهد الشان. أتت الآن الحقيقة بشكل مباشر، هذه الأحصائيات الجزائر سرقتها من أحصائيات مونديال قطر، شاهدوا الصور كيف أنها متطابقة بشكل كامل. هذه أحصائيات المونديال الذي شاهده أكثر من مليار مشاهدة، فالجزائر بدلت بالأرقام وبدلت بالصور ووضعت التميمة العجيبة لتصبح هذه الأحصائيات بيوم وليلة أحصائيات الشان. نسيت أبواق الجزائر أن تحريف الوقائع لابد أن ينكشف. نحن بزمن التكنولوجيا وبزر واحد نستطيع أن نعلم ما يجري من حولنا، وما زال الشان يفاجئنا ببلاد الغرائب والعجائب. وأيضا دعونا ننتقل إلى موضوع آخر وفي ذات السياق، مسؤول كبير بالكاف يقلب الطاولة على الجزائر، فما هي القصة؟ مسؤول كبير بالكاف يصدم الكبرنات، نائب رئيس الكاف يرد على تصريحات حفيد مانديلا. على ما يبدو حفيد مانديلا أخذ الحقيبة بليلة الأمس وغادر الجزائر، واليوم الجزائر بورطة كبيرة، أي حفيد مانديلا وضع الجزائر بورطة وذهب. أدان نائب رئيس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم وبيري سليمان حسين التصريحات العدائية لحفيد نيلسون مانديلا خلال افتتاح كأس أمم أفريقيا بالجزائر، وقال وفقا لقوانين الفيفا والكاف أدين التصريحات التي أدلى بها حفيد الراحل نيلسون مانديلا خلال حفل افتتاح الشان، وأضاف كلمات حفيد مانديلا شخصية بالتأكيد لكنها لا تعكس قيم ولا المبادئ الحيادية التي يتبناها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. وجميع المؤشرات اليوم تؤكد أن الجزائر وقعت بفخ هي نصبته لنفسها. ولعل أبرز الردود هو ما قاله هشام العمراني أمين عام سابق بالكاف، الذي قال لا أدري ما هو التحقيق الذي تريد الكاف القيام به، فهي شاهدة على كل الأحداث بنفسها، الرئيس والوفد المرافق شاهدوا منع الطائرة في الرباط، وحتى الشخص الذي هاجم المغرب كان يتكلم بالإنجليزية وهي اللغة الرسمية للكاف وعلى مسامع إذنهم، والشتم كذلك في المدرجات رأوا بأم عينهم، فلا يمكن لهم حجب الحقائق بالغربال. نحن سننتظر حتى إزدال الستار عن التظاهرة، ولدينا لقاء معهم في المغرب في 8 فبراير حتى نعرف ماذا يخططون، وآنذاك نحن مستعدون للتحرك وفقا للقوانين التي تنص عليها الفيفا. هذا ما قاله أمين عام سابق بالكاف. بالفعل لماذا التحقيقات إن كان الأمر جميعه واضح؟ والأمر لم ينتهي هنا، صحفي سنغالي يفجر مفاجأة كبيرة، تم القيام بكل شيء لمنع المغرب من الدفاع عن لقبه بالشان. قال الصحفي السنغالي إبراهيم ديوب
مدير نشر مجلة ليكيب تيب إنه تم القيام بكل شيء بشكل مقصود لمنع المنتخب المغربي أبطال أفريقيا من الدفاع عن لقبهم واعتلاء القمة ومواصلة النجاحات المحققة على مستوى المنتخب الوطني والأندية، وذلك في إشارة إلى عدم ترخيص النظام الجزائري للطائرة المغربية وحرمان المنتخب من المشاركة. وقال للنظام الجزائري: سواء أحببنا ذلك أم لا، فإن معقل كرة القدم الأفريقية موجود بالرباط. لقد حطم المغرب أسطورة الإقصاء في ربع النهائي، ولأول مرة تمت معاينة أفريقيا من خلال أسود الأطلس في نصف نهائي كأس العالم، وأنه بدلا من الإهانات والأعمال العدائية والحملات السياسية المدبرة، فإن المغرب كان يستحق على الأقل أن نضع له السجادة الحمراء أو نقيم له ممرا شرفيا. وأضاف: إن المغرب يشكل حاليا المرجع والنموذج الذي يجب أن تتبعه الدول الأفريقية والأسيوية والأمريكية، منتقدا بشدة التصرفات العنصرية التي عرفها حفل افتتاح كأس أفريقيا للاعبين المحليين، والتي بسببها قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم فتح تحقيق. وأشار الصحفي السنغالي ديوب، وهو أيضا مستشار رياضي في قناة يولغا تي في، إلى أن الجزائر لم تتوقف منذ شهور عن القيام بتصرفات عدائية بهدف منع المغرب من المشاركة في هذه المسابقة الرياضية المخصصة للاعبي كرة القدم الذين يمارسون بأفريقيا، والتي فاز أسود الأطلس بنسختين أخيرتين. وأكد أن المغرب لو شارك بهذه البطولة لا أحرز اللقب الثالث للمرة الثالثة. وختم حديثه بالقول: العتب يأتي على الاتحاد الأفريقي، لأن المغرب منذ مدة، وهو نبه سلطات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إلى التماطل الذي أظهرته الجزائر، مشيرا إلى أن هذه التصرفات تأتي في وقت لا زال فيه عالم كرة القدم يعيش على نشوة ما تحقق بكأس العالم بقطر 2022، في إشارة إلى الإنجاز الكبير الذي حققوه أسود الأطلس. واعتبر في النهاية أن أفريقيا لم تكن بحاجة إلى كل هذا السيناريو الذي تختلط فيه الإهانات والسخرية والشعارات العنصرية، في إشارة إلى التصرفات العدائية التي تميزت بها حفل افتتاح الشان. ووجه السؤال إلى النظام الجزائري: منذ متى كان للسياسة مكان في أفراح الشباب؟ مؤكدا أن الأسوأ من ذلك هو أن استغلال اسم مانديلا لمهاجمة المغرب يمكن أن يكون أي شيء سوى أن يكون نموذجا نقدمه للشباب. وأكد أن استخدام حفيد زعيم مناهض لسياسة الفصل العنصري للنيل من المغرب هو بالتأكيد يمثل انتهاكا للمثل العليا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم. ليختم حديثه قائلا: فهل يعقل أن تمنع الجزائر الطائرة المغربية من الوصول إلى أراضيها؟ على ما يبدو هذا الأمر مدبر منذ البداية. هذه كانت أقوى تصريحات للصحفي السنغالي. الآن بعيدا عن جميع ما قلناه، بسبب المغرب وبسبب الأفعال العدائية التي تفعلها الجزائر، هناك رسالة عاجلة وجهت إلى النظام الجزائري. وجه الناشط السياسي الجزائري وليد الكبير رسالة إلى بني جلدته، محذرا من خطر النظام الجزائري على مستقبل البلاد واستقرار المنطقة وأمنها، ودعا وليد الكبير الجزائريين إلى التعبير عن رفضهم لمخططات النظام الرامية إلى الدفع بتبني الشعب روح العداء اتجاه الشعب المغربي. ونشر تغريدة جاء فيها: على بني وطني الأحرار الرافضين لحكم العسكر أن يولوا الأهمية القصوى لملف صراع الجنرالات مع المغرب وما له من خطورة على مستقبل البلاد واستقرار المنطقة وأمنها. ليضيف: عليكم أن تعبروا عن رفضكم لمخططات هذا النظام الرامية إلى الدفع بتبني الشعب روح العداء
اتجاه الشعب المغربي. الأشرار يخططون لتعبئة الشعب عبر شحنه وتحضيره للصدام مستقبلا، واردف قائلا: يجب إجهاض هذه المخططات ونبذ التصرفات المشينة والعبارات العنصرية الخطيرة التي يتم رفعها سواء عبر الإعلام أو في الملاعب ضد الشعب المغربي. واختتم الجزائر بخطر لا تتركوها للعملاء. هذه كانت رسالة هامة للغاية. الآن دعونا ننتقل إلى موضوع مثير. ماذا يحدث داخل الجزائر؟ منذ ليلة الأمس جواد بادي أعطاهم العصير وهم على مدار 24 ساعة يغردون ويغردون، وأيضا أصابهم السعار. فماذا يحدث؟ وسائل إعلام جزائرية تتهم صحفيان مغربيان باختطاف قنوات بين سبورت واستعمالها لمهاجمة الجزائر. هاجمت وسائل إعلام جزائرية المعلق المغربي في قنوات بين سبورت جواد بادي ووصفته بالناطق باسم المخزن، وذلك بعد دفاعه على المنتخب المغربي المحلي الذي تعذرت عليه المشاركة ببطولة الشان المقامة بالجزائر أثناء تعليقه على مباراة الكاميرون والكونغو. وقالت يومية الشروق الجزائرية إنه قام بنفس سمومه ضد الجزائر متقمصا دور الناطق باسم رئيس الجامعة المغربية فوزي لقجع. لاحظوا كيف أنهم ذكروا فوزي لقجع بالرغم من أنهم يتكلمون عن جواد بادي، أي أن الصدمة التي شكلها لهم فوزي لقجع لحدود هذه الساعة تؤلمهم. وأضافت أنه شد الانتباه بممارسته الكذب والتضليل والتباكي على منتخب بلاده، وفي المقابل العمل على تقزيم الشان ومهاجمة الجزائر. هذا ما جاء ضمن صحيفة الشروق. وبحسب الجريدة المذكورة فإن جواد بادي ومحمد عمور مدير قناة بين سبورت الإخبارية اختطفا منبرا إعلاميا من خلال استخدامه في مهاجمة شان الجزائر. وقالت الصحيفة المعروفة بمهاجمتها للمغرب إن متابعين طالبوا القناة القطرية باتخاذ إجراءات في حق المعلق جواد بادي ومحمد عمور بسبب عملهما بشتى الطرق على استغلال المنبر الإعلامي لخدمة المغرب. وعلى ما يبدو الحملة المسعورة لم تنتهي هنا. لابد أن نرى هذه الصورة. مطالب بمنع قنوات بين سبورت من تغطية الشان وغلق مكتبها في الجزائر إن لم تقم بتوقيف المعلق والمسؤول عن القناة الإخبارية المغربية. وعلى ما يبدو الفضيحة لم تنتهي هنا، بل إن كأس أمم أفريقيا للمحلين الجزائر 2023 أصدر بيان بهذا الشأن. جاء بالبيان: اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين التي تقام فعالياتها بالجزائر من 13 جانفي إلى 4 فيفري تستنكر وبشدة التهجم على البلد المنظم من خلال تزييف بعض الأخبار وكذلك من منصات التعليق على المباريات، حيث قام أحد المعلقين بنسب بعض الأخبار التي لا أساس لها من الصحة في مباراة الكاميرون والكونغو يوم أمس. نطلب من الهيئات المختصة النظر في هذه القضية. هذا هو البيان التي رفعته الجزائر، أي أن الجزائر تشتكي وبشكل رسمي. وحسب ما جاء مواقع التواصل الاجتماعي إن جواد بادي تصريحاته مر عليها 24 ساعة ولم يظهر من جديد بأي تصريح، فاعتبرت ذلك أبواق الجزائر بأن جواد بادي لا يريد الاعتذار من الجزائريين، وبالتالي اليوم يطالبون قنوات بين سبورت بإجراء تحقيق وفتح تحقيق حول ما جرى بالكامل. هذا ما يحدث بالتفصيل داخل الجزائر. وللإشارة لحدود هذه الساعة بين سبورت تتجاهل بشكل كامل ما تقوم به أبواق الجزائر. بين سبورت إن كانت تريد أن تتحرك لتفرض عقوبات عليها أن تتحرك لتفرضها على حفيظ الدراجي الذي ليل نهار ينشر بتغريدات معادية
للمغرب، وهذه تعتبر سابقة من نوعها. على ما يبدو الإعلام الجزائري وأيضا هذه الحملة المسعورة شعارها حلال على حفيظ الدراجي وحرام على جواد باده، وتجدر الإشارة منذ تصريحات جواد باده وحملة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل المغاربة، حملة تضامنية كبيرة تحت عنوان كلنا جواد باده. وأبرز عبارة كتبت لحدود الساعة 40 مليون مغربي وراءك سير سير سير. ومن هنا نعلم أن الجزائر تعيش بصدمة حقيقية. ها نحن نرى بيان أصدرته الجزائر وأيضا يطالبون بغلق مكاتب. الفضيحة الرئيسية أنهم يريدون منع قنوات بين سبورت من تغطية الشان، ومن يتابع هذا الشان الذي جميعه فضائح. لا يسعنا أن نقول إلا تحية كبيرة لجواد بادي الذي أوجعهم. نعم، صوت الحق والحقيقة. ها نحن نرى النتائج ماذا حدث بالجزائر. فكلمات جواد بادي هزت الجزائر بيكملها. ومن هنا نعلم أن جواد بادي شكل صدمة كبيرة للجزائر، مع العلم أن جواد بادي كان من أشد الداعمين لأسود الأطلس. فعلى ما يبدو خرج الحقد المدفون لأبواق الجزائر وبدأوا بمهاجمته الآن. وبما أننا ذكرنا أسود الأطلس، بعيدا عن جميع هرطقات أبواق الجزائر، دعونا نعلن عن خبر جميل. أسود الأطلس يسيطرون على التشكيلة المثالية لقارة أفريقيا. عرفت التشكيلة المثالية التي اختارها الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء سيطرة كبيرة لنجوم المنتخب المغربي لكرة القدم، وتواجد 5 لاعبين مغاربة في التشكيلة المثالية لسنة 2022، حيث يتقدمهم ياسين بونو في حراسة المرمى، ثم أشرف حكيمي ورومان سايس في مركز الدفاع، إضافة إلى عز الدين أناحي وسفيان مرابط. ولا يسعنا أن نقول إلا تحية كبيرة لأسود الأطلس، ونقولها ونعيدها كلنا جواد باده. ونقول شكرا لكل حدا وصل معي لنهاية هذا الفيديو. أنتم من تجلون هذه القناة تزر أكثر وأكثر، ويرجى وضع زر لايك والتفاعل مع هذا الفيديو فضلا وليس أمرا من أجل أن ينتشر ويحقق نتائج إيجابية. ونقول في النهاية هنيئا لنا بهذه الإنجازات المتتالية. نعم، إنها المملكة المغربية، إنها الإمبراطورية العلوية الشريفة، إن المغرب يا سادة وإكسنا كل حبة. نشيدنا على الدوام ما قاله المولى الإمام، أبناءنا إلى الأمام، فكلنا فدا الوطن. يحيى الملك يحيى الوطن، يحيى الملك يحيى الوطن.